إخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إلكتروميكانيك برو. اليوم إن شاء الله نبغي نشرح واحد لانفورماسيون اللي هي مهمة، اللي هي لي كابتور. اون ا دو تيب دو كابتور، لي كابتور اكتيف اي لي كابتور باسيف. غنهضروا نشرحوا شنو هما لي كابتور باسيف وشنو هما لي كابتور اكتيف. لي كابتور اكتيف مثلا شنو هو؟ عندنا واحد الكابتور ما كيحتاجش لاليمونطاسيون، هو كيفوري لينا السينيال، ما نعطيوش لاليمونطاسيون ديالو، هو كيعطي لينا السينيال. اما كابتور باسيف ضروري خاصو لاليمونطاسيون باش يعطيك السينيال. باغ اكزومبل عندنا واحد كابتور فوتوسيليل، هنا كتعطيه 200 كتعطيه 24 فولت، هو كيفوري لك السينيال. عندنا كابتور تيرموكوبل، كابتور دو تمبيراتور تيرموكوبل، هنا ما كنعطيوهش لاليمونطاسيون، هو كيفوري لينا السينيال سو فورم دو طونسيون. دونك غنبداو نشرحو لي ديتيكتور، هذه معلومه خاصكم تعقلوا عليها، لا ديفيرونس بين لي كابتور اكتيف و باسيف راه كيتحط في لي زونتروتيان وانا تحط ليا بيرسونيل. دونك غنشرحو، غنبداو ب كابتور او لا ديتيكتور دو بروكسيميتي اندكتيف. عندنا سو ديتيكتور فونكسيوني غراس ا لا فارياسيون دان شون الكترومغنيتيك بيرتوربي بار لا بروكسيميتي دان اوبجي ميتاليك. دونك هاد دونك هاد الكابتور كيخدم بلو شون مانيتيك. دونك هو دونك هاد هو الكابتور عندنا، دونك هو كيكون كيعطينا واحد لو شون مانيتيك. اون فوا كيدوز واحد لوبجي ميتاليك شنو كيوقع؟ كيحس بديك راه هذاك ميتال، هذاك لو شون مانيتيك كيف كيرجع ليا السينيال. دونك هاد لي كابتور انديكتيف او لي ديتيكتور انديكتيف كي ديتيكتيو غير لي زوبجي ميتاليك، صافي لي زوبجي ميتاليك، لالومنيوم، الكويفر، لاسي، المهم هادشي اللي كي ديتيكتي. هو كيتستعمل بزاف في الاندستري بزاف. هنا كنشوفو لا ديستونس دو ديتيكسيون فاريي دو 1 à 6 mm. هاد لا فالور او لا ديستونس ديال الفارياسيون ديال لو شون مانيتيك كتمشي من 1 مليم حتى 60 مليم سولون لو تيب دو كابتور، على حساب تيب ديال داك الكابتور. لي كونديسيون دوتيليزاسيون اي لا ناتور دو لوبجي ا ديتيكتي لاسي الومنيوم والكويفر. هنا il supportant bien les ambiances humides ou poussières. هذا هو السيمبول ديالنا، هذا هو السيمبول ديال الديتيكتور ديالنا. دونك يكون فيه هذا المربع وهنا لو شو مانيتيك، هاد البوبينه هادي اون فوا كيقرا السينيال هاد الكونتاكت كيتسد، هاد الكونتاكت كيتسد هو اللي كندي الكوموند ديالي. دونك اولا كندي هاد السيمبول هذا، دونك نشرحو هنا. هيا البياسة جاية كيجي ملي كيديتكتيها كتشعل هاد اللومب بالحمر، إذا راه كيديتكتي لنا واحد لوبجي. غنمشيو نشوفو واحد الفيديو تطبيقي دارو واحد الأخ ديالنا في فولتا بريم وغنشرحو، تبعو معنا. عطينا ديريكتومون الأ أ، وعلى حسب هاد الكابتور طونكو عندنا بي ان بي. دونك هاد الكابتور اللي عندنا هو هذا انديكتيف. دونك الكابلاج ديالو عندنا 3 فيل، هنا عندنا واحد الكونتاكتور. دونك ال 24 فولت كدوز ليا الكابتور ديريكت وكنعطيه 0 فولت، كيبقى ليا السينيال. السينيال هو هذا الكحل كنديه لابوبين ديال الكونتاكتور. دونك هو يكمل. دونك ملي كندير واحد هنا
كيف ما كيدير الاخ ملي كندير واحد هو كيدير يدو يعني ماشي اندكشيف ماشي ميتاليك دونك هذاك ديتيكتور ما كيديتيكتيش ولكن ملي غيدير الطورنوفيز شي حاجه ميتاليك غادي تشعل لنا واحد لارام. شوف هنا هو الكونتاكتور دونك حاجة ميتاليك كيتاكسيتا هي هو كيتاكسيتا كيف ما كتشوفوا هنايا دونك هاي كتشعل لنا اللامب ديال السينيال. اذا هاد الكابتور هذا كابتور اندكشيف كاين لي كابتور بي ان بي و ان بي ان. هنا غادي نشوفوا كل ايتاب باغ ايتاب غنشرحوا كل فيديو غنشرحوا فيه تشيب ديال لي كابتور ما فيها بس كيما كتشوفوا هنايا دونك عندنا شارجور باتري عندنا باتري هنا عندنا شارجور باتري وعندنا اليمونطاسيون ستابيليزي هذا واحد البلوك سبيسيال نطرقوا ليه في موضوع اخر ان شاء الله ولا في حلقه اخرى ان شاء الله على حسب دونك الاخوان ندير واحد الريزومي الطلب ديالكم والرغبه ديالكم. هذا محمد يحييكم السلام عليكم. ندير واحد كملنا عندنا لي كابتور انديكشيف لي كابتور انديكشيف كيديتيكتيو لينا الميتال اوكي وما كيخدمو بلو شون مانيتيك ما يديتيكتيلكش شي حاجه من غير لي تي بي ديال الدار وخرجنا للوزي هادشي اللي كاين الاخوان دونك في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفو اوتر تيب ديال لي كابتور. هذا بوشتر باشا يحييكم من قناه الكتروميكانيك والسلام عليكم.